بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 13 من الكتاب 46، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض. وعيادة المريض أي زيارته. إذا زرت مريضا هذه الزيارة تسمى عيادة مريض، وهي من الأعمال التي تقرب إلى الله، وهي من حق المسلم على المسلم. إذا مرض فعده. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 16 بعد 706,000، قال: حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد يعنيان بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: أبو الربيع رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. ومخرفة الجنة يعني في أماكن اجتناء ثمار الجنة، يعني كأنه يجتني ثمار الجنة طول ما هو في طريقه وعودته من عيادة المريض. يبقى المخرفة هو الخرفة، أصلا الخرفة هو اجتناء ثمر الجنة، اسمها الخرفة. يبقى المخرفة موضع الاجتناء، موضع الاجتناء، اجتناء الايه؟ ثمر الجنة. واجتناءه يعني ايه؟ يعني اقتتافه وجنيه والحصول عليه، يعني كأنه هو ماشي في الجنة. طول ما انت رايح تعود اخوك المريض كأنك ماشي في جنة، فهم؟ لو كشف لك الحقيقة لوجدت نفسك تسير في الجنة، ولكن انت تسير في عالم الاوهام، وهو عالم الدنيا ليس عالم الحقيقة. عالم الدنيا ده ليس عالم الحقيقة، ده عالم الملك. اما الحقائق فهي عند الله، الحق ده بعد الموت. انما عالم الحكمة اللي هو عالم الدنيا انت محجوب فيه بالاسباب، انما لو كشفت الاسباب وجدت نفسك تسير في الجنه. فهمت بقى؟ لان لو ربنا كشف الاسباب في عالم الدنيا ما تاتت الحكمه لصار كل الناس مؤمنين، لكن اراد الله ان يحجبهم بالغيوب ليميز المؤمن بالغيب من المؤمن بايه؟ من الكافر بالغيب. يبقى عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع، أي موضع اكتناء ثمارها يعني. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. ودي طبعا يعني بشارة عظيمة للأطباء. الأطباء وظيفتهم انه طول النهار يمر على المرضى والمرضى تمر عليه، دي وظيفة الطبيب. طول النهار تعامله مع المرضى، يا اما يذهب الى المريض او المريض يأتي اليه. فشفت بقى وظيفة الطبيب وظيفة عظيمة ازاي لمن يفهمها حتى ولو اخذ اجرا.
فالأجر ثمن الوقت وليس ثمن العبادة، هذه عبادة. فهنيئا للطبيب الذي يوجه نيته بهذه الطريقة. فالذي يعود المريض لمجرد بس يقول سلام عليكم كيف حالك وينصرف له ثواب عظيم، فما بالك الذي يعالجه وينصحه ويخفف آلامه، فيكون ثواب الطبيب أعلى من ثواب عائد المريض. لماذا؟ لأنه أيضا يدخل معه ثواب النصح وثواب الرعاية وثواب العناية وثواب تخفيف الأمل الألم وإماطة الأذى عن جسده. فشوف ثواب فوق ثواب فوق ثواب. فهنيئا له للأطباء يعني. ولكن بعض الأطباء يغيب عنهم هذه المعاني اللطيفة فتصبح مهنته لجلب المال والشهرة وينسى هذه المعاني اللطيفة. فعلى الطبيب المسلم أن يستحضر هذا المعنى. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن يزيد واللفظ لزهير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول عن عبد الله بن زيد وهو أبو قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها، يعني جني ثمارها يعني. وطبعا هذا الثواب ليس للطبيب فقط بل للممرضات وكل وللصيادلة وكل من يعمل مع المريض، حتى من ينظف المستشفى ويمسح، حتى من يأخذ حراسة على المستشفى، حتى من يصون أجهزة المستشفيات كمهندس أو غيره، حتى من يبني المستشفى، كل ده له ثواب كبير. لأن مجرد اللي يعود المريض بس بياخد الثواب، فما بالك اللي يعين المريض ويعالج المريض. فكل من ساهم بأي وسيلة من الوسائل له ثواب كبير عظيم. حتى من يقوم بالأبحاث العلمية حتى يصل إلى دواء يخفف ألم المرض، كل دول يدخلون في هذا الباب. حتى المرأة التي تمرض زوجها إذا مرض، وتمرض أبنائها إذا مرضوا، والزوج الذي يمرض زوجته إذا مرضت، وأمه وإخوته وجيرانه، كل دي ثواب عظيم أكثر من ثواب عيادة المريض. شوف أنت ثواب عيادة المريض ده في حديث يقول لك استغفر له 70,000 ملك، يعني 70,000 ملك يستغفروا له اللي رايح يعود المريض، فما بالك اللي يعمل خدمات فوق إعادة عودة يعني عيادة المريض، بثواب أعلى وأعلى. فاعلم أن المسلم ينتقل من عبادة إلى عبادة طول عمره، طول عمره في عبادات لو فهم هذا. والموفق هو الذي يستحضر نية هذا حتى يقبل على العمل دون تأفف ودون ضجر. وعن أبي قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم الأحول بهذا الإسناد. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، وهذا على سبيل التنزل وعلى سبيل الربوبية. فالرب قريب من العبد قربا يشعر العبد أن الرب قد مرض معه، وهذا من على سبيل التنزل. سبحانه ولا يمرض، لكن ده على سبيل التنزل والتودد للعباد. يقول
إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده إيه؟ بالرحمة والشفقة والإكرام والقيام به. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، أيضا ما زلنا على سبيل التنزل، يعني على سبيل التودد للعباد. أما علمت يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، استطعمتك يعني طلبت أن تطعمني، يعني أن تعطيني طعاما. قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يعني لوجدت ذلك عندي أجرا وثوابا وشكرا على هذه النعمة. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها. كل هم أو غم حتى أبسط ألم اللي هو شوكة تدخل فيه، كل ده المؤمن يكفر به عنه سيئاته ويرفع درجاته ويأخذ ثواب الصابرين الذين يأخذون أجرهم بغير حساب. فهنيئا للمؤمن، فنسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا وأن يجعلنا من أهل كمال الإيمان والإسلام والإحسان. وعن أبي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال: قالت عائشة: ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية عثمان: ما كان الوجع وجعا، يعني ما رأيت رجلا أشد عليه وجعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوجع هو الألم المصحوب بالمرض المصاحب للمرض. والنبي كان يقول للناس: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني كان ربنا يشدد عليه إحساسي بالألم حتى يأخذ ضعف أجر الإيه الناس، لأنه هو مرفوع القدر عالي القدر صلى الله عليه وسلم. فكان يقول: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أنهم كانوا يتعجبوا إن سيدتنا عائشة كانت عندها معلومات في الطب كثيرة، فقالوا لها: كيف فهمت ذلك؟ قال: لأن رسول الله كان دائما الأوجاع وكان ينصحني وأرعاه، فتعلمت كيف تطبق. يبقى كل ده من فضل الله على الإنسان، أن يمرضه فيصبر على المرض، وأن يعافيه فيشكره على العافية. يبقى ربنا لما يمرض ابن آدم بيمرضه لا لتعذيبه بل لتنقيته وترقيته. فالإنسان وقت مرضه أكثر ذكرا لله من حال عافيته، دي معروفة كده. أول ما يمرض يقعد في البيت بقى ويتفرغ واخد أجازة من شغله، ويا رب يا رب يا رب يا رب، ويصلي على النبي ويحافظ على صلاته، حاجة جميلة. فاهم؟ هو أكثر ذكرا لله حين ضعفه، طبيعة الإنسان كده، حين ضعفه يكون أكثر قربا إلى الله. فلو لم يكن في المرض سببا من الفضل إلا أن يقربك إلى مولاك كفاه هذا الفضل. فهمت بقى؟ وعن أبي قال: حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال: أخبرني أبي حاء قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال. ابن بشار اللي هو محمد ابن بشار بندار، شيخ الإمام البخاري برضه اسمه بندار، مشهور ببندار. محمد ابن بشار ده مشهور بإيه؟ بندار. بندار يعني إيه؟ يعني مدينة العلم، احنا نقول عليها بندر. بندر يعني المدينة الكبيرة.
يقول لك بندر القاهره، بندر طنطا، بندر مش عارف اسكندريه، يعني المدينه الكبيره سموها ايه؟ بندر، لان فيها سوق كبير في كل الانواع، فسموه بندر ليه؟ باللغه الفارسيه اصلا، دي لغه فارسي. سموه بندر ليه؟ لانه قالوا عليه مدينه العلم، يسالوه نحو يجاوب، بلاغه يجاوب، حديث يجاوب، تاريخ يجاوب، فقه يجاوب، علم رجال يجاوب، تفسير يجاوب، ايه ده؟ ده انت سوق العلم بقى. فسموه بندار عشان كده، فاهم؟ ده ابن بشار، محمد ابن بشار بندار. قال حدثنا ابن ابي علي حا قال وحدثني بشر بن خالد قال اخبرني محمد يعني ابن جعفر، محمد ابن جعفر اللي هو غندر، فهمت؟ اللي بنقول عليه سعد غندر، محمد ابن جعفر غندر يعني ايه؟ الولد الشقي يعني، الولد الشقي. شعبة اللي هو شيخه، شعبة بن الحجاج كان امير المؤمنين في عصره في الحديث، اعلى واحد في الحديث في عصره كان هو شعبة، فهمت؟ شعبة بن الحجاج كان شيخ مين؟ كان شيخ محمد ابن جعفر وزوج امه كمان، شيخه وزوج امه. فكان اما يجي شعبه يقعد يقرا الحديث على الطلبه، والطلبه بالالاف قدام شعبه، يقوم غندر ده اللي هو محمد بن جعفر كل شويه يساله ويقطر، يساله ويقطر، متعود عليه بقى مأجوز امه، فهمت ازاي؟ قاعد معاه في البيت، فيقول له اسكت يا غندر، اسكت يا غندر. فايه اطلق عليه غندر، فهمت بقى؟ لكن هو اسمه محمد بن جعفر. كان يصوم يوما ويفطر يوما 40 عاما. غندر ده كان عابد يعني من العباد المشاهير، يقول لك ظل 40 عاما يصوم يوما ويفطر يوما. فشوف انت في العصر بتاعهم كان المغندر فيهم بيصوم يوم ويفطر يوم، يبقى العصر بتاعهم كان يغلب عليه الصلاح. ده الشقي فيهم كان بيعمل كده، امال الهادي فيهم كان بيعمل ايه بقى؟ عشان تعرف بس ايه، ان العصور الاولى كانت عصور يغلب عليها الخير ويغلب عليها ايه؟ العباده والصلاح. والعصور الاخيره يغلب عليها الفتنه، ربنا ينجينا. قال اخبرنا محمد يعني ابن جعفر كلهم عن شعبه عن الاعمش. الاعمش اللي هو مين؟ سليمان ابن مهران. سليمان ابن مهران حا قال وحدثني ابو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا مصعب بن المقدام كلاهما مع سفيان عن الاعمش باسناد جرير مثل حديثه. وعن ابي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك. يوعك يعني ايه؟ يعني يشعر بألم الحمى. يوعك اللي هو ايه؟ ألم الحمى يعني. فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله انك لتوعك وعكا شديدا، يعني تحم حمى شديده يعني، لا سخن جدا، انك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال فقلت ذلك أن لك أجرين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه، حتى ولو هم، ولو غم حتى. يقول لك حتى المسلم وهو ماشي كده في الشارع وبعدين يتذكر ضاع منه حاجة، وبعدين يعمل كده فيتخض ويحسس على هدومه، وبعدين يلاقيها يقول لك الخضه دي، اما يلاقيها بقى يفرح، الخضه دي تغفر ذنوبه. شفت قد ايه؟ ورد فيها حديث قال لك من الخصال الموجبه للجنه، كتير بتحصل. تدور على الموبايل بتاعك يا ترى فين فين، وانت لابس بقى بدله مثلا فيها 100 جنيه فتتخض، يا ترى انا نسيته هنا هنا هنا، وتعمل كده وكده، وبعدين في الاخر تلاقيه في جيب البنطلون، تطمئن بقى واستريح. اللحظة الخضة دي، لحظة الخضة اللي حصلت دي، ربنا غفر لك بيها ذنوبك. شوف الرحمة، شوف الرحمات. فالمسلم ده عايش في رحمة. أنا بقول لك المسلم ده كعبة ماشية، فهمت إزاي؟ المسلم ده كعبة ماشية، الناس في الكعبة بتتمسح كده عشان يحصل لها البركة،
فانت يعني عايز تبقى ايه تمسح في المسلمين يحصل لك البركه. عشان كده النبي يقول لك الكتف بالكتف في الصلاه، عشان لما تمسح في كتف اخيك يحصل لك البركه. لما تلمس اخوك كانك لمست الكعبه كده، شفت قد ايه بركه. انما الناس غايبه عن هذه المعاني العميقه، غايبه عنها. فده قاعد يضرب ده، وقاعد يشد ده، وقاعد يسرق ده، وقاعد يتخانق مع ده، وقاعد يتف في وش ده، والحكايه قاعده بتعك، لان الناس غابت عن هذه المعاني ايه العظيمه اللي النبي اراد انها يعلمها لنا علشان نحترم بعضنا البعض، ونحب بعضنا البعض، ونتبرك ببعضنا البعض، ونستفيد بدعاء بعضنا البعض. فهمت بقى؟ ونبقى سعداء واحنا عايشين مع بعض. لكن اليهود والشيطان والدجال عايز خلاف هذا، عايزنا طول النهار قاعدين نضرب في بعض. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وليس في حديث زهير: فمسسته بيدي. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس ويحيى بن عبد الملك ابن أبي عيين ابن أبي غنية كلهم عن الأعمش بإسناد جرير نحو حديثه، وزاد في حديث أبي معاوية قال: نعم والذي نفسي بيده، ما على الأرض مسلم، يعني ما على الأرض مسلم يصيبه كذا وكذا وكذا. يعني هنيئا للمسلم ده، هنيئا لكل مسلم، والله فعلا هنيئا لكل مسلم، لأن إسلامه ده يجعل كل عناء يجده في الدنيا عبادة تقربه إلى الله، وصبره على هالعناء اللي يشوفه في الدنيا. وعشان كده شوف أهل مصر بيعانوا معاناة شديدة، هنيئا لأهل مصر. فهمت إزاي؟ طول عمرهم مسروقين، طول عمرهم منهوبين، طول عمرهم مقهورين. فهمت ازاي؟ طول عمرهم ما بيلحقوش يفرحوا. يجي يحصل حاجه يجي لهم شويه امل كده وبعدين يكبتوا تاني. هنيئا لنا الحمد لله على هذه النعمه، نعمه الاذى والهم والغم. فربنا ينجينا منها ويفرجها عنا ويكتب لنا ثواب الصبر عليها. وعن أبي قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. قال زهير: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال: دخل شباب من قريش على عائشة وهي بمنن وهم يضحكون، فقالت: ما يضحككم؟ قالوا: فلان خر على طنبي فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب. عارف أنت الشباب اما يبقى معاهم واحد مثلا كده ويروح ايه يقع اتكعبل وقع يقوم يضحك. فهمت ازاي؟ قاعدين بيضحكوا. فستنا عائشه في منى بتحج بعد وفاه النبي بقى بسنوات طويله بتحج، شافت شباب من قريش من عيلتها يعني داخلين عليها بيضحكوا قوي وقاعدين يخبطوا على ظهر بعض وفرحانين قوي. ايه اللي بيضحكوا؟ قالوا: اصل فلان وقع على طنب ايه؟ فسطاط، يعني على حبل ايه؟ حبل الخيمه. عارف حبل الخيمه اللي بيربطوه؟ هو الكعبل كده وكادت عينه تتخلع منه. ودي حاجه تضحك، دي حاجه تضحك. واحد وقع واتاذى تقوموا تضحكوا ولا تعينوه؟ فهمت ازاي؟ قال بيحكوا لها بقى وبيضحكوا قوي. فهمت؟ قالوا: فلان خر، يعني وقع على طنب فسطاط، والطنب هو الحبل. على حبل الفسطاط، حبل الخيمة يعني. فكادت عنقه أو عينه أن تذهب، فقالت: لا تضحكوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. بتضحكوا على إيه؟ ده هو ربنا كرمه ومحى سيئاته ورفع درجاته. دي حاجة تضحك ولا تفرحوا له وتعينوه؟ فهمت؟ أمهم بتعلمهم، يعني سيدنا عائشة دي أمهم وبتعلمهم.
وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما حاء. قال وحدثنا إسحاق الحنظلي قال إسحاق أخبرنا وقال الآخراني حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. كل ده ليه؟ عشان لما تيجي تموت تبقى طاهر تمام نقي، تقوم ايه اما تقابل النبي يفرح بيك. فكل ده لاجل النبي، عشان النبي يفرح بامتي. فهمت بقى ازاي؟ كل النعم دي لاجل النبي، لان النبي يريد ان يفرح بامته. يوم ربنا وربنا يعلم ان امه النبي بعضهم مقصر وبعضهم ضعيف في العمل، يوم ربنا يرزقكم مثل هذه الاشياء من الالام والامراض والاوجاع والاسقام والمصاعب، علشان ينقيهم ويرقيهم ينقيهم ويرقيهم لحد ما يجي يموتوا النبي وامته فوق الامم، يوم يفرح. مش ربنا قال ولا سوف يعطيك ربك فترضى، يعني فتفرح. فده من عطاء الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصيب المؤمن شوكه فما فوقها الا قص الله بها من خطيئته. قص يعني اخذ، يعني اقتص من القصاص الاخذ. الا قص الله بها من خطيئته يعني اخذ جزء. انت تقول قصيت اظافري، يعني اخذت ايه؟ جزء من اظافري. قصيت شعري، يعني ايه؟ اخذت جزء من شعري. يبقى قص خطيئته يعني اخذ جزء من خطيئته. فهمت بقى؟ وعن ابي قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بهذا الاسناد. وعن ابي قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك بن انس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مصيبه يصاب بها المسلم الا كفر بها عنه حتى الشوكه يشاكها. فشوف انت لما ربنا يبتلي مثلا اب وام بابن عنده عاهه ويعيش معاه، يوم كل ما يشوفوه يصعب عليهم ويبقوا زعلانين كل ما يشوفوه، وكده هم بيشوفوه في اليوم كم مره؟ كتير. والواد عايش معاهم بقاله قد ايه؟ 20 سنه. شوف قد ايه بقى خدوا ثواب قد ايه، بمجرد بس ان ما بيشوفوه كده بيصعب عليهم، بيجي لهم في قلبهم كده كسره، يتكسر قلبهم ان ليه هو مش زي بقيه الاولاد الطبيعي، واللي قده بقى راجل وكبر وهو مسكين لسه. كل الحصر اللي بتصيب الاب والام عشان ابنه هانديكاب، يعني معوق، مع كل نظره يشوفها له ربنا يرفعه درجات. يبقى قد ايه ربنا اداله نعمه في بيته، يبقى الابن ده نعمه في بيته. شفت قد ايه؟ فدي نعم كبيره، يعني اعرف ان ما ربنا سبحانه وتعالى لا يقدر شيء الا وفي خير كبير. لو فهمت كده بقى مش هتصبر، هترضى. يعني الرضا اعلى من الصبر. فهمت ازاي؟ اللي مش فاهم كده هيصبر، يقول لك الصبر مر، الصبر كسمه. مش يقول لك الصبر مر كسمه. قالوا كده. سالوا علي الدقاق، ابو علي الدقاق، عن الصبر. ابو علي الدقاق ده شيخ مين؟ شيخ الامام عبد الكريم القشيري صاحب الرساله القشيريه. شيخه. فهمت؟ ويقال انه خاله كمان، قريبه يعني. فبيسألوا أبو علي الدقاق وكان من العلماء الكبار أهل الله، بيقولوا له ما هو الصبر؟ قال الصبر كسمه، يعني الصبر مر. فاهم؟ اللي مش عارف فضل الله في القضاء والقدر يقوم إيه يشعر بمرارة القضاء والقدر يقوم يصبر، لكن اللي عارف حكمة الله في هذا وعرف المعاني دي يقوم بقى يرضى، ما يحسش إنه مر، يحس إنه جميل. واخد بالك؟ انه مش صعب عليه، ده هو راضي بيه. وعن ابي قال حدثنا ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن يزيد بن خصيفة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة
إلا قص بها من خطايا أو كفر بها من خطايا لا يدري يزيد أيتهما قال عروة. يبقى الشك من الراوي. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوة قال حدثنا ابن الهادي عن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. ما يصيب المؤمن من وصب يعني ألم مستمر. الوصب يقول لك عذاب واصب في سورة لسه قرينا في سورة الصفات عذاب واصب يعني مستمر لازم فهم؟ لازم يعني ملاصق. عارف عذاب ايه؟ عذاب ملاصق له ملازم له مستمر. ادي معنى واصب. يعني واحد عنده ألم مزمن زي الناس اللي عندهم روماتويد وعندهم ألم في العظام مزمنة لا علاج لها واخد بالك ازاي ومزمنة تستمر معهم سنوات. يا شوف بقى كل ما يقول اي يا ظهري كل اي دي نعمة كبيرة رحمة فهم؟ يبقى اصحاب الامراض المزمنة دول وصب. يبقى الوصب هو الايه كالامراض المزمنة يعني الالم المستمر الملازم للانسان الملاصق له للنهار قايم نايم بيه قايم نايم ايه بيه فهم؟ ده اسمه الوصب ومنها عذاب واصب. يبقى ما يقول ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب تعب يعني حتى بترهق تروح تنزل الصبح نشيط كده على عملك او على كليتك او على مصنعك او على ارضك تزرعها وترجع بالليل مش قادر ترد على التليفون حتى من التعب والإرهاق فهم؟ هذه نعمة كبيرة. إرهاقك ده والتعب ده اللي انت بتشعر بيه او بتذاكر ذاكرت لحد ما نمت على الكتاب فهم؟ او يقع الألم من ايدك. انا كنت زمان كنت على ذاكر كده لحد ايه ما الاقي الألم وقع من ايدي. ما احنا عندنا مناهج قد كده كلية الطب دي كلية عنيفة. يبقى عندي امتحان بكره عندي 9 كتب عايز اقراها. اقعد يا دوب افرك يعني مجرد ان افر كده هقعد للفجر ان شاء الله. عمليه صعبه لكنه ايه كله بثوابه. فهمت ازاي؟ كله بثوابه وكلنا بيحصل له هذا الحال كلنا مفيش انسان ما بيحصلوش. ده الطفل يقعد يلعب 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 ويتعب وينام هو ايه؟ بعد ما لعب. يعني كله بيتعب حتى الطفل اللي بيحبي على الارض ويحبي يحبي يحبي ويروح واقع على دقنه ويعيط ومامته تحايله. فهمت ازاي؟ يعني كله بيتعب وكله يتالم جميع الانسان في جميع مراحل حياته. فهمت ازاي؟ ما حدش ما بيتالمش في جميع مراحل حياته. مش صح ولا لا؟ حتى الطفل يقعد يرضع من امه كانه بيجري بيبذل مجهود وقاعد شغلانه عضلات دي شغلانه بالنسبه لجسمه وحجم جسمه مجهود شديد جدا يعني. عشان كده اول ما تديله الببرونه الصناعي هو تنبل بقى يحب الكسل فيلاقي له اللبن نازل كده لوحده يقوم بعد كده تديله صدرها يقول له لا لا عايز الحاجه السهله. فهمت ازاي؟ وانا فاضي بقى لسه هرضع بقى وامص انا فاضي. وعشان كده يفضل المراه اللي هي عندها لبن في صدرها ما تديش لابنها الببرونه. ليه؟ لان الببرونه اللبن بينزل بسهوله جدا وطبيعه الانسان يحب الحاجه السهله. ما هو مولود تنبل كده كسول. فهمت بقى؟ فطبيعه يعني كله بيتعب. الخلاصه انه من اول ما تخرج من بطن امك الى ان تحمل على الاعناق ويكبر عليك 4 وانت في تعب وفي عناء. خلقنا الانسان في ايه؟ كبد. يعني في عناء والكبد ده فيه ثواب. يبقى لما ربنا جعلنا بنشعر بالالم ونشعر بالحزن ونشعر بالتعب عشان يدينا ثواب.
كان ممكن يخلقنا ما نشعرش بالحاجات دي خالص، كان ممكن قادر زي ما احنا في الجنة كده. في الجنة ما فيهاش فيها ايه؟ لا تعب ولا نصب ولا عناء ولا جوع ولا عطش ولا حاجة، بس ما فيهاش الا شهوات ورغبات بلا عناء، وجعل ربنا فيها الشهوات والرغبات عشان تتنعم بها فقط لمجرد النعيم. فدي كلها تاخد بالك منها ان رحمة ربنا كبيرة بينا، وان ربنا بيحبنا، وربنا لطيف بعباده، وان ربنا لا يقدر السوء ابدا. تقوم تحب ربنا. اللي مش فاهم كده بقى يبقى زعلان من ربنا، انت ليه امرضتني؟ وليه بتزعل الناس؟ وليه بتشل فلان؟ وليه تخلي فلان مش عارف يفقد عينيه؟ وليه قاعد طول النهار يتخانق مع ربنا؟ لانه مش فاهم، جاهل. فهمت ازاي؟ جاهل. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ده الضر ده هو اللي بيخليهم طول النهار يقولوا يا رب يا رب، وبالرغم من كده ما بيقولوش يا رب يا رب، بعدين يتلاقوا بعض ويتخانقوا مع بعض. فما بالك لو كشف الضر كمان؟ ده كانوا تجبروا وتكبروا. اذا كان في جبابره وربنا خلق الضر، فما بالك لو رفع الضر؟ فهمت؟ وعشان كده ما تبقاش لما تفهم هذه المعاني تبقى عايش بتحب ربنا مش زعلان من ربنا. في ناس عايشه زعلانه من ربنا، ليه تعمل فيا كذا؟ وانا ما فيش الا انا يعني اللي خلقتني تعمل فيا، ويكلم ربنا كانه بيكلم الند للند. جهل. فهمت بقى؟ لا يصح هذا. اعرف ان ربنا لا يقدر عليك او على غيرك الا ما هو افضل شيء له ولك. تعرف دي كويس. ليه؟ لان الله لطيف بعباده. بذلك تذكر حجة الملحدين في خلق الله الشر. لان خلق الله الشر هو الشر من جهتنا لا من جهة الله، يعني من جهة استقبالنا ليه احنا بنعتبره شر، لكن الله لا يخلق الشر. الموت مش نعمة؟ تصور ان مفيش موت، واجب عليك انك انت تراعي ابوك وجدك 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 لحد ابوك ادم. يبقى هتنام امتى ان شاء الله؟ هتاكل امتى؟ وتتجوز امتى؟ وتروح الكلية امتى؟ وتعيش امتى؟ لما انت واجب عليك تراعي 500 جد، ما كلهم عايشين، يا واد تعال اعمل كذا، ويا واد روح اعمل كذا، ويا هتبقى صعبة جدا. ده المدة رحمة، يوم يخلي مسؤولياتك محدودة. فهمت ازاي؟ يموت الاب خلاص بقيت انت مسؤول عن ابنائك. الحمد لله انا رعيت ابويا لحد ما بقى عنده سنه 80 سنه ومات الحمد لله مع السلامه، جزاك الله خير، وميت راضي عني وبيدعي لي الحمد لله، او ما تفرغ لعمل اخر. لكن لو ما فيش موت حياتك تبقى صعبه. فالموت بالنسبه لينا احنا بنستقبله ونفتكره شر، لكن هو نعمه. دي نعمه كبيره. وكذلك المرض وكذلك كل ما خلقه الله. فما نقولش ان ربنا ليه خلق الشر. لا يا سيدي، ربنا ما بيخلقش الشر، ربنا خلق الاشياء كلها بحكمه. اما كونها شر او خير فده استقبالك ليها، هو اللي يجعلها شر او خير، استقبالك ليها. وسوء فهمك للاشياء تجعلك تشعر ان الاشياء التي هي خير لك تعتقد انها شر. لكن الله سبحانه وتعالى رحيم. فهمت ازاي؟ اللي يفهم المعاني دي يعيش طول عمره راضي عن ربنا وراضي عن قضاء الله، وما فيش مشاكل بينه وبين ربنا، بيحب ربنا. فهمت ازاي؟ فاللي بيحب ربنا ربنا يحبه، ولما ربنا يحبه ما يعذبوش. لكن في ناس بقى مخصمه ربها للاسف، لا ده بيكفروا، ده في ناس بترتد. ليه؟ لعدم رضاها عن حكم الله في الايه؟ في العبد. بترتد، تترك دينها. يقول ده ربنا ده ظالم يا اخي. ده انت اللي ظالم يا مجرم. فهمت ازاي؟ ايه اللي اخي؟ انا اخوك برضه؟ لا انا مش اخوك. اما اقول ربنا ظالم يا اخي اقول له لا انا مش اخوك، انا شايف ربنا حبيبي مش ظالم. فهمت ازاي؟ وديك انت بتشوف نماذج كتيره في كل حته. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه كلاهما عن ابن عيينه، واللفظ لقتيبه قال حدثنا سفيان عن ابن محيص شيخ من قريش انه سمع محمد بن قيس بن مخرمه يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه قال لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا. قاربوا يعني ايه؟ يعني توسطوا في العمل.
وسدده يعني قاربوا الصواب، يعني اعمل العمل بدون مبالغة لكن اعمل العمل صواب، يعني يبقى قاربه، يعني لا تبالغ في الاعمال ولكن اهتم ان تكون سديدة يعني صوابا صحيحة. قاربه وسادده، قاربه يعني لا تبالغه في الاعمال ولكن سددوا اي جعلوها صالحة حسنة ولو قليلة. ادي معنى قاربه وسددوا. ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. قال مسلم هو عمر ابن عبد الرحمن بن محيص من أهل مكة، هو قال عن ابن محيص شيخ من قريش فبيعرفه في آخر الحديث، يقول هو عمر بن عبد الرحمن بن محيص من أهل مكة. وعنه قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الحجاج الصواف قال حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. تزفزفين يعني إيه؟ يعني ترتعدين بسبب الحمى. عارف الحمى تعمل الواحد ايه؟ يخليه ايه؟ يرتعد ينتفض. فهمت ازاي؟ اسمها نفضة الحمى. يبقى فبيقول لها ما لك يا ام السائب او يا ام المسيب تزفزفين ترتعشي كده؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها، بتبع الحمى يعني. فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. يبقى إيه؟ ما يصاب المسلم من حمى إلا تحت عنه خطايا كده، مع كل رعدة كده كأنه بينطر خطايا بعيد عنه. شوف رعدة الحمى دي بتخلي الخطايا. شوف أنت لما يعني الدابة أعزكم الله تبقى في التراب نايمة وبعدين تيجي تقوم تعمل جسمها كده، يقوم إيه؟ ينتفض التراب يبعد عنها. كذلك تفعل الحمى في خطايا ابن آدم، يجعله يرتعد كده، فكل رعدة من دي الخطايا تقع منه بحيث يلقى الله نقي. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل قال حدثنا عمران بن أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنه ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي، يعني قالت له أنا بيجي لي صرع. الصرع ده كهرباء في المخ يجعل الإنسان يفقد وعيه، ولما يفقد وعيه ممكن يتكشف عنه ثوبه فتظهر عورته. قالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت أصبر، طالما الحكاية فيها جنة بقى أصبر. شفت بقى إيه حسن إيه الفهم عن النبي. قالت أصبر. قالت فإني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها أن يسترها الله. ونقف على باب تحريم الظلم غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك عدد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.